ساعات قليلة بعد شروق الشمس في ولاية تكساس الأمريكية، يقصد كيرت بيته الريفي لتفقد أسلحته مع رفيقه لارك قبل التوجه عبر طريق فرعي إلى ميدان الرماية الخاص بهما في منطقة نائية. يتدربان ويتحديان بعضهما البعض في إصابة الهدف. People have weapons. There's no question about it. الناس هنا يملكون سلاح ولا نقاش في ذلك. إنه تقليد عرف في تكساس منذ سنين، حتى السيدات يتعلمن الرماية في هذه الولاية. معظم السكان هنا لم يستعملوا أسلحتهم، لكن اقتنائها يحسسهم بالأمان على الأقل ليلا. بالرغم من التظاهرات واحتقار الشارع الأمريكي عشية الانتخابات، إلا أن هؤلاء الجمهوريين يمارسان الرماية منذ زمن بعيد. ويرى لارك أن على كل أمريكي أن يكون متأهباً لاستخدام سلاحه إذا لزم الأمر، تحسباً للتصدي لأي اعتداء. مرتين في حياتي حاول أشخاص السطو على منزلي، وفي المرتين قمت بتعبئة البندقية، مما دفعهم إلى الهرب مباشرة. ولهذا السبب أعتقد أنه من الضروري اقتناء سلاح يحميك ويحمي أسرتك. انتشار الأسلحة وحملها في هذه المناطق مسموح بهما من قبل السلطات الأمريكية، بل يعد جزءا من ثقافة السكان المحليين. ولكن مع الحملات الانتخابية هذه الأيام، تقوم بعض الجمعيات المؤيدة للديمقراطيين باستغلال ملف حمل الأسلحة لاستخدامه ضد الجمهوريين بداعي العنف وإرهاب. الآخر، ليث بزاري، العربية، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.